وللحديث أكثر عن قانون مكافحة الإخفاء القسري الذي تحدثت الحكومة عن طرحه في البرلمان لإقراره، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. حياكم الله أستاذ ضياء. تحياتي، حياكم الله. أهلا بك أستاذ ضياء. بعد سنوات من إخفائهم مشروع قانون حكومي يخص مكافحة الإخفاء القسري، بداية لماذا ظهر الحديث عن القانون الآن، وهل يرقى هذا القانون لطموح ذوي المختطفين؟ هنالك ضغوط سياسية أوروبية على الحكومة العراقية بالوقت الحاضر، لأنه هذا الإخفاء القسري كل المنظمات الدولية أدانت هذا العمل وأدانت الحكومات السابقة بما يجري في العراق بالإخفاء القسري. ولهذا السبب يعني الحكومة السوداني تريد أن توضح أو تبيض وجهها أمام المنظمات والمجتمع الدولي أنهم جادين في هذا العمل، ولكن هذا الأمر حقيقة فقط كلام، يعني فقط كلام يحيل إلى إلى إلى, إلى البرلمان، والبرلمان إحنا نعرف جيدا من يحكم البرلمان. البرلمان فعلا هنالك أحزاب سياسية موجودة في العراق، بس هذه الأحزاب لها مجاميع ميليشيات إرهابية هي التي تحكم العراق بصيغة مباشرة، وهذه لها مصالح أنه بالإخفاء القسري، لأنه هذا الإخفاء القسري حقيقة لا يوجد الإخفاء القسري بهذه الصيغة البشعة التي توجد في العراق حقيقة. أنه الأمر العراقي، الحكومة العراقية هي مكتوفة الأيدي أمام الميليشيات الإرهابية الموجودة واللي تابعة للأحزاب واللي التي تحكم البرلمان العراقي. يعني هذا القانون في حال إقراره ألن يكون ملزما للحكومة على الأقل في التعاون مع المنظمات الأممية للكشف عن المغيبين؟ حقيقة الأمر نعم، ولكن احنا نعلم من هو يحكم البرلمان. الحلبوسي هو يقول نعدهم يعني بمعداد الميتين او القضاء نحبه، يعني الأمر البرلمان لا يمكن أن يبت بهذه العملية، لأنه البرلمان هو جزء من الميليشيات، هذه الميليشيات هي التي تحكم البرلمان، ورئيس البرلمان بالوقت الحاضر الحلبوسي يعني لا يمكن أن يعمل خطوة جيدة لصالح الناس الموجودين والناس اللي اختفوا قصرا. المشكلة ليست مشكلة قضائية برلمانية، وإنما هو المشكلة هي قضاء العراقي والحكومة العراقية، هل هي جادة فعلا أن تقوم بهذا العمل؟ وهي إذا جادة فعلا راح يصير احتكاك مباشر مع الميليشيات، وإذا صار احتكاك مباشر مع الميليشيات والميليشيات مسلحة، وهذه الميليشيات ممكن تسقط الحكومة بقوة السلاح. نعم، وأنت يعني حتى الآن تستبعد أن يكون هناك جدية من قبل الحكومة في هذا الأمر؟ أنا أستبعد جدا، لأنه هذا الأمر يعني لسنين طويلة لحكومات متعاقبة، وهذا الأمر ليست بالوقت الحاضر وإنما صار لسنين، والحكومة تتوعد متتاليات الحكومة الموجودة من حكومة الكاظمي والعبادي وغيرها عفوا. هذه الحكومات لحد الآن تستعمل هذه كورقة سياسية لإيضاح للعالم الرأي العام العالمي، حتى تقول نحن مجدين بهذه العملية، بس بالفعل هم غير مجدين وغير قادرين عن حل هذه المشكلة إطلاقا، لأن الذي يحكم العراق هي الميليشيات، والميليشيات تابعة لولايات الفقيه ليست للحكومة العراقية. طيب، قبل قليل ذكرت أن الحلبوسي صرح بأنه لم يعد هناك مغيبون قسرا بل سماهم بالمغدورين، ما معنى هذا التصريح برأيك وما الهدف منه؟ يعني هو قاعد يعني يوضح الأمر، حتى إذا كانوا المغدورين معناته المقتولين، يعني هذا الكلام اللي اتضح لنا، كإحنا نراقب كمنظمات إنسانية إن ناخذ هذا الموضوع بجدية ونتابعه بجدية، ولكن الموضوع معناتها انتهوا أمرهم، بس انتهاء الأمر حتى لو كان انتهاء الأمر هنالك مواضيع مهمة متعلقة بهؤلاء،
موضوع الإرث، موضوع الزواج، موضوع الأبناء، يعني مواضيع كبيرة، مواضيع اجتماعية واقتصادية تترتب على هذا الأمر. على الحلبوسي أن يصرح بما هو موجود، بما هو يعلم كيف هو موجود، حتى العالم يعرف أنه البرلمان العراقي فعلا جاد بهذا الموضوع، ولكن البرلمان ليست جادا ولا الحكومة العراقية جادين بهذا الأمر. برأيك لماذا الحلبوسي يعني ذهب إلى الطريقة السهلة، قال أنهم مغدورين، أي كما ذكرت أنهم يعني منتهي أمرهم، لماذا لم يعني يفصل بالموضوع؟ إذا كان يفصل بالموضوع وكان يصرح يعني مقتولين وانتهى أمرهم، هنالك قضايا شرعية، قضايا شرعية موجودة على تترتب على الحكومة العراقية أن تتابع. يعني إذا كان الشخص مقتول من قبل الحكومة، هنالك إجراءات على من قتل هذا، وهنالك تحقيقات لازم تتم، وهذا الأمر لا يصرحون بصيغة مباشرة كيف يحدث مع المفقودين في العراق. طيب في آخر تصريح متلفز لرئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، قلل من أعداد المخفيين قسرا في المحافظات المنكوبة، على الرغم كما تعلم من توثيق أعدادهم من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية. السؤال هنا، كيف يمكن الرد على هذا الإنكار بالأرقام والإحصائيات الموجودة؟ أخي، هم كلهم الحكومة العراقية الموجودة من بداية الاحتلال، وهم كلهم كذابين ومنافقين، وكلهم كانوا عندهم لا يفهمون بالسياسة ولا يفقهون في السياسة كيف يحكمون العراق. هم حكموا العراق يعني من إجت الأمريكان واحتلوا العراق وسلموهم العراق، وبعدين إيران استلمت الملف الأمني من الأمريكان وليست من العراقيين. يعني حقيقة الأمر متلابس، والعبادي يعني هل العبادي شخصية يعني من الشخصيات المرموقة حتى واحد يعتمد على كلامه؟ كان رئيس الوزراء في العراق وماذا يعني؟ نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء شمري، شكرا جزيلا لك.